نعم، حسب البلاغ الملكي الصادر قبل قليل والذي سفى فيه الملك محمد السادس ملك المغرب بشرف تنظيم كأس العالم، يعتبر له دلالات كبيرة لمكانة المغرب الدولية وكذلك للترشيح المشترك لكأس العالم صحبة إسبانيا، صحبة المملكة الإسبانية وكذلك دولة البرتغال، وبالتالي فهو إقرار من المنتظم الدولي حول أهمية المغرب ومكانته الدولية وكذلك تقدمها على صعيد جميع الميادين، وهو قوة إقليمية في الإفريقية، وبالتالي فهذا شرف لنا كمغاربة. اليوم كما كيعرف المواطن المغربي بصفة عامة أن الفيفا قبلت طلب ديال الترشيح ديال كأس العالم، اللي هو كان طلب ديال ترشيح واحد بدون أي منافس، وهذا هو الخبر الجميل والسعيد اللي زفونا الديوان الملكي وزفونا صاحب الجلالة من خلال البلاغ ديال الديوان الملكي اللي تصدر اليوم. هاد الخبر صار يدل على أن المغرب قوة ضاربة لا على مستوى القارة الإفريقية ولا على مستوى القارة الأوروبية، ونتمنى التوفيق ونتمنى الخير إن شاء الله في هذا المحفل ديال كأس العالم 2030. وأولا نهني الرياضي الأول بالبلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على هذا الإنجاز الذي اكتسبه المغرب، ألا وهو شرف احتضان كأس العالم مناصفة مع إسبانيا والبرتغال، كأس العالم طبيعة الحال 2030، وهذه ما هي إلا بداية لمجموعة من الإنجازات التي يعمل عليها صاحب الجلالة بحكم أنه الرياضي الأول بالبلاد، إلى جانب رئيس الجامعة السيد فوزي القجاع الذي يسهر على كل كبيرة وصغيرة، لا سواء على المنتخبات الوطنية بجميع فئتها ولا كذلك الفرق الوطنية. فشرف تنظيم كأس العالم فهو كان حلم منذ 2006، والمغرب يعني يطلب ود كأس العالم، والحمد لله الآن تحقق الحلم وأصبحنا من الدول التي ستحظى بتنظيم أكبر التظاهرات العالمية ألا هو كأس العالم. فهنيئا لكل المغاربة ملكا وشعبا بهذا الإنجاز، ونتمنى إن شاء الله أن يكون التنظيم تنظيم محكم وعند حسن ظن الجميع، وصراحة التظاهرة نتمنى أن تسير بالشكل الجيد وتثمر الجهود التي يبذلها رئيس الجامعة على مستوى البنى التحتية وعلى مستوى التسييري وعلى مستوى التنظيمي، وحظ سعيد للمنتخب الوطني المغربي في المحافل الكبرى، ومبروك لنا كمغاربة هذا الإنجاز الكبير.